انا عاده بحب اعمل ابجريد للاجهزه اللي بستخدمها بشكل ديلي زي الموبايل والابل ووتش والايربودز، الا الجهاز ده بحس ان الابديتس بتاعته مش بتختلف من السنه للسنه. بس المره دي جه وقت التغيير، والجهاز اللي معايا المره دي هو الماك بوك برو ام 4 الجديد. السلام عليكم، ازيكم؟ انا احمد مختار وده فيديو جديد. الجهاز ده يا جماعة أقوى ماك بوك من أبل، واللي أنا شايفه أقوى ماك بوك في العالم. أنا أول ماك بوك استخدمته كان ماك بوك برو ام 1 شيب، واللي أنا كنت شايفه مرضي جدا ومكنتش عايز أغيره. عملت سكيب لام 2 وام 3، بس المرة دي حسيت احتياجاتي زادت ومحتاج أكبر الجهاز علشان بقيت أستخدم فيديو إيديت كتير، ده غير باقي الشغل اللي أنا معتمد عليه بشكل كبير. زائد إن كان عندي مشكلة مش عارف أحلها، موضوع الاستورج، واني عايز اعرض شغلي على شاشتين في نفس الوقت. الماك بوك نازل زي الكام سنه اللي فاتوا بمقاسين 14 انش و16 انش. انا الصراحه بحب المقاس الصغير، بحس انه عملي خصوصا لو هشتغل بره. بس المره دي نزل بلون جديد، واللي حسيت ان انا مش هينفع ما اجيبوش، السبيس بلاك. يا جماعه انا اللي كان معايا السبيس جراي، واللي انا شايفه في منتهى الشياكه، وطبعا لسه بينزل اللون السيرفر. الكيبورد طبعا من احلى الكيبوردز اللي بجد بحب اكتب عليها، واللي الاحساس بتاعت الدوسه على الزراير بتاعتها مرضي جدا بالنسبه لي. وطبعا مش هنسى التراك باد العظيمه بتاعت ابل، واللي ما اتغيرتش تقريبا من اول الابوس. ايه تاني مخلي اللابتوب ده في حته تانيه وعاجبني الصراحه السنه دي؟ هو الشاشه، ليكويد راتينا اكس تي ار ديسبلاي. شاشه فعلا جباره وممتازه، مخليه الالوان بتاعت الشاشه ممتازه، تقدر تشتغل عليها او تتفرج على افلام. غير ان ديسبلاي برايتنس زاد ل 1000 نتس اس دي ار و 1600 نتس في الاتش دي ار. وطبعا مش هننسى اهم حاجه في اللابتوب وهي الام 4 تشيب، وزي كل سنه قبل منزله 3 انواع من الام 4 تشيب، وهي ام 4 والام 4 برو والام 4 ماكس. بطاريه الام 1 بالنسبه لي كانت حلوه جدا وما كنتش بشتكي منها. اللابتوب ده بطاريه اتحسنت، وده هنشوفه مع الوقت. على الكلام بتاع ابل المفروض اللابتوب ده يقعد معايا 24 ساعه. غير طبعا اليو اس بي اللي بقى بيسبورت ثاندر بورت 5، واللي هيساعد في نقل البيانات بشكل اسرع لحد 120 جيجا بيتس بير سكند. ده طبعا غير السبب الرئيسي اللي خلاني اجيب اللابتوب ده، انه بقى بيسبورت اكتر من شاشه واحده تقدر تشتغل عليها في نفس الوقت. ولو عايزين تعرفوا اكتر عن الجهاز ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوفوا كل جديد.